بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات ولا وصلنا الكعبة الشريفة، وهاي العمرة اليوم إلى روح المرحوم محمد عثمان حدس، محمد عثمان عدس ابن شفيئة رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة. اللهم اشهد إليه واجعلها نورا تتلى بين يديه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا بلشنا الطواف. بسم الله، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم، اللهم اجعل ترابه ويسر حسابه يا رب العالمين. اللهم اكرم نزله، اللهم ثبت عند السؤال على كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم تجاوز اللهم عن سيئاته يا رب، اللهم زد في حسناته يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره رطب بياض الجنة، اللهم اجعل قبره رطب بياض الجنة يا رب العالمين. اللهم اصل بمائه الثلج والبرد، ونقي من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. لا إله إلا أنت سبحان الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم، اللهم تجاوز اللهم عن سيئاته يا رب العالمين. هذه العمرة لروح المرحوم محمد عثمان عدس لوجه الله تعالى، نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.